أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، أكثر من التكلم فيما حدث بين الصحابة. الأصفهاني لعلمكم أنه شيعي، الأصفهاني شيعي، وكتابه الأغاني لا يعتمد عليه. نعم. يقول: سلمك الله، الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، أكثر من التكلم فيما حدث بين الصحابة. إيه، لأنه شيعي. نعم. ما رأيكم في من يقتني هذا الكتاب؟ طالب العلم المتمكن يقتنيه ليستفيد مما فيه من الأدب واللغة لا بأس، أما طالب العلم القاصر فلا يجوز له أن يقرأ فيه لئلا ينخدع. نعم.